بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لسه مستمرين في البيت الكبير مع واحد من أبرز نجوم الدفاع على مر تاريخ النادي الأهلي، مش بس كمان في مصر بل في أفريقيا. واحد من نجومنا السابقين البارزين اللي قدروا يحققوا إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي ويحصدوا إنجازات كتير خلال يعني مشواره، وهو أيضا مدرب يعني قدير حاليا وخبير كروي، أكيد بيتمتع يعني بآراء يعني مختلفة عن مستوى الفني، نجم الأهلي اللي برحب بيه قوي قوي. اهلا بيك يا سام. اهلا بيك. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. منورنا دايما بوجودك. ربنا يخليك. منورنا يا كابتن دايما. اهلا بيك. ازيك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. بس ربنا يكرم يا رب ان شاء الله باذن الله. كل شيء حلو بقى ان شاء الله المره دي ان شاء الله باذن الله. انا متاكد وواثق في لعيبتنا في المواقف الصعبه، واكيد حضرتك عارف الكلام ده من زمان. حاجه اللي المباراه المهمه كمان على المستوى المحلي يا كابتن، وقبل ما اعرف رايك في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي جايه، عايزك كمان تحكي لي عامه مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي من تاريخ طويل، ايه اللي ليه مخليها بهذه الجماهيريه وهذه الشعبيه مر العصور؟ يعني بنتكلم في الستينات والسبعينات يعني لغايه الالفيه، دايما مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي ليها طابع خاص. هو قبل ما نبدا نتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي، عايزين نرجع بالزمن كده شويه هاني. يعني في مواقف بتحصل للبطل خصوصا لما بعد قمه، يعني طول عمر البطل والنادي الاهلي بالذات بيمر بيه الظروف دي حاليا، لما بتوصل على القمه اذا كان في دوري او في كاس او في افريقيا اوريدي بيبقى الكيرف بينزل بيك. فاحنا النهارده بنعيش الاجواء دي مع 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 التيم ده او مع الجيل ده. فلما الكيرف ينزل شويه هاني، انت طبعا استاذنا ومدرب كبير في علم التدريب، بيقول لك تشتغل اضعف، يعني تشتغل عشان ترجع تاني. تشتغل مجهود مضاعف. بالظبط، مجهود مضاعف. وفي حاله تانية كمان لو انت في اخفاق او انت يعني بعيد عن القمه والدنيا واقعه بيك، برضك تبقى انت محتاج شغل عشان تقدر ترتقي وتوصل للمكانه الطبيعيه اللي انت فيها. عايز اقول لك بالظروف اللي حصلت لاولادنا في الفتره ديت، انا هرجع بالزمن كده شويه لسنه 80، مجموعتنا احنا جيل السبعينات، كنا اخفقنا من نادي الزمالك في هزيمه في الدور الاولاني 2-0، واخد بالك، والدنيا بقى يعني قفلت والناس افتكرت ان خلاص النادي الاهلي يعني ودع الدوري. و عايز اقول لك ان احنا رجعنا يعني بعد المباراه، رجعنا كابتن حسن حمدي كان مدير كوره، واخد بالك، وجمعنا في اوضه اللبس وقال لنا احنا خسرنا وبعدنا عن نادي الزمالك ب 8 بونت وقتها، انتوا عايزين ايه او بتفكروا في ايه؟ فاحنا كلنا قلنا عايزين الدوري. طبيعي. الدوري يا كابتن. قال طب الدوري ده نحط لائحه كده ليه عشان نجيبه في الظروف الصعبه دي، نجيبه ازاي؟ فكانت اللائحه اللي وضعها الكابتن حسن حمدي بدايه اليوم الكامل، كانت اول مره بقى نعرف حاجه اسمها اليوم الكامل، اللي هو الساعه 7 الصبح لحد 7 بالليل يعني. اللي هيجي 7:05 يبقى راجل مش معانا، يعني راجل هيبقى يعني سوري مش هنقدر نعتمد عليه. يبقى كمان المواعيد الالتزام، يعني الالتزام. تحت بند الالتزام. تمام. النقطة الثانية، المباراة اللي جاية كؤوس، مش هينفع التعادل طبعا، وانك انت تتعطل تاني تخسر تاني المركز الثاني. بالظبط. البند الثالث انك انت تروح البيت تحافظ على نفسك بشكل كبير جدا، وده المكان الوحيد اللي تقدر يعني يأمنك، وتنام بدري عشان تقدر تجي لنا يعني تاني يوم بالسلامه يعني. النمره 4، خلاص بقى احنا متعودين، كل الناس بتخش ايدينها في ايدين بعض، لجنه الكوره او الجهاز الفني مع اللاعبين، خلاص روح النادي الاهلي وروح الفنيه الحمراء تظهر بقى. تظهر. سبحان الله، تاني يوم كابتن هاني كل الناس جت في المواعيد، محدش اتاخر بالظبط، وبدانا اليوم الكامل ده. يعني انت عارف، عايز تجري عجله الزمن، انت عايز المباراه اللي هي اللي بعد الهزيمه دي يجي لك ثاني يوم. صحيح. عشان تقدر تعوض. صح. وسبحان الله يعني كسبنا كل المباريات ما عدا اخر مباراه المحله، واخد بالك، اتعادلنا فيها 0-0 وخدنا بطوله الدوري العام بفارق 10 نقاط على النادي الزمالك. ما شاء الله. الموقف ده بقى مر عليا وانا مدرب مع النادي الاهلي 95. أنا كنت مدرب عام للنادي الأهلي الفريق الأول 95-2000، معانا مستر هولمان كان المدرب الألماني، كان أول سنة بالنسبة له معانا، وإحنا في بداية الدور الأولاني تعادلنا مع المقاولين العرب في المقاولين العرب.
فبقى فارق بينه وبين نادي الزمالك 13 بونت. الخبرات بقى هنا هاني بقى، فكان معاه كابتن بطل الله يرحمه واكرام، احنا عشنا الاجواء دي، فروحنا رايحين زي ما عمل راجعين بالزمن بالظبط، رجعنا بالزمن تاني، رحنا اجتمعنا بلعيبه، وكابتن ثابت يوميها قال نفس الكلام، يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ لعيبه قالت حسام وابراهيم بقى وفيليكس وشوبير والنجوم وهادي ووليد، قالوا عايزين الدوري. فثابت قال لهم الدوري يجي نمره واحد بكره اليوم الكامل. نفس كلمه المهندس حسن بالظبط. نفس كلام الكابتن حسن حمدي. تواصل الاجيال، مدير كوره لمدير كوره، لعيبه للعيبه. فالنهارده عايز اقول للاعيبتنا احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي الموجودين حاليا، وانتوا افضل لعيبه موجودين في القاره السمراء. ومباراه طلائع الجيش ومباراه فيتا كلاب هم ادوا اللي عليهم بصراحه يعني، وكانت مباراتين على اعلى مستوى بالنسبه لتيم النادي الاهلي، لكن التوفيق وعدم التوفيق هاني طبعا انت عارف ما كناش موفقين في حته الاهداف اللي ضاعت كتيره. فيتا كلاب الاهلي ظهر بشكل كويس جدا، بس للاسف يمكن ضيع فرص كتير. وعايز همسك الجزئيه ديت ما بين جونيور اجاييل اللي تالق وولتر بواليا، بس خلينا نتكلم عن المباراه من مباريات القمة. احنا قلنا يمكن في الانترو دي من المباريات اللي بتحسم دوريات ياما يعني، بس النهاردة الاسماعيلي في المركز الستاشر، بس يبقى الاسماعيلي قطب من اقطاب الكرة المصرية، وبيمتلك النهاردة امكانيات، والنهاردة بيدعم صفوفه، يمكن في الشهر اللي فات ندعم اكتر من لاعب، عندهم حسين السيد، محمد حسن بالظبط، ويوفيتش كمان، يوفيتش من البوسنه. فالنهارده واللعب كمان امام الاخري الاهلي كمان مختلف، يعني اللعب بيختلف امام نادي زي نادي الاهلي. قول لي المواجهه ديت ممكن تكون يكون شكلها عامل ازاي؟ هو طبعا النادي الاسماعيلي النادي اللي احنا كلنا بنحبه يعني، البرازيل الكره المصريه، واحنا العلاقه اللي بيننا وبين النادي الاسماعيلي الحمد لله علاقه جميله جدا من ناحيه الاداره، من ناحيه اللعيبه. النادي الاسماعيلي طبعا بظروفه الاداريه الظروف الاداريه اللي بتتحط الصح بتاثر بشكل كبير جدا على الجانب الفني. ظروف اداريه يعني الظروف الاداريه تغيير المدربين بالظبط اللي مروا بيها مع تغيير المدربين اثرت بشكل كبير جدا على اداء نادي الاسماعيلي، حتى كمان استقطابهم للعيبه يعني، هم يمكن جابوا مروان الصحراوي من تونس اللي هو قلب الدفاع، ونجيب فخر الدين وفخر الدين بن يوسف اللي هو اللاعب المهاجم التونسي، لكن برضك ما جابوش لعيبه على اعلى مستوى تقدر تساند نادي الاسماعيلي في خلال المرحله اللي بيمر بها المرحله الصعبه. لكن هم بقى لهم مبارتين ثلاثه يعني تحس بنادي الاسماعيلي فعلا، حتى قدام نادي الزمالك قدوا مباراه على المستوى الفني، قدوا مباراه اكتر من رائعه، كانت من افضل مبارياتهم. وزي ما حضرتك بتتكلم دايما مباراه نادي الاسماعيلي والاهلي ليها طابع خاص. بالظبط. ايه بقى اللي المفروض يتعمل في هذه المباراه يا كابتن؟ يعني ايه اللي يعني حضرتك كده وانت بتتفرج ان شاء الله يوم الاربعاء قبل الماتش تقول والله انا نفسي اشوف النادي الاهلي في 1-2-3؟ بص هاني، اولا طبعا احنا لازم المباراه دي بالنسبه لنا عوده المباراه المؤجله، يعني احنا دلوقتي في ملف الدوري صحيح، فيهمنا رقم واحد ان احنا نشتغل عليها ثلاث نقاط عشان مزبوط. نبدا نقرب من للصدارة. للمكانه بتاعتنا بتاعت الصداره صحيح. الرقم اثنين انا عايز نفس الاداء اللي كان موجود عليه في طلائع الجيش وفيتا كلاب بنفس الروح وبنفس الاداء اللي احنا اديناه في المباراتين دول، خصوصا في التلت الهجومي، يعني سيبك من ضياع الفرص الكتيره اللي جات لنا، لكن في الاخر انت بتسدد، يعني انت افضل ان انا يجي لي فرص واضيع وبعدين اسدد، ولا ما يجيليش فرص وافضل؟ هو الطبيعي كابتن انك تخلق فرص، ده المهم انك تخلق فرص، لكن كمان الاهم الفرص اللي تخلقها ديت تهدف منها، دي جزئيه كمان الاهم يعني. طبعا. فالنقطه الثانيه انا عايز نفس الروح والاداء اللي احنا نهينا بيه مباراه طلع الجيش وفيتا كلاب. والحاجه الثالثه ان احنا محتاجين دم جديد بقى، يعني التدوير اللي بيتكلم عليه مستر موسوماني، يعني احنا محتاجين عناصر تخش وتبدا تعمل دوافع جديده للفرقه بروح جديده. زي مين؟ زي كنت لسه عمرك اول السؤال، زي مين؟ يعني زي شريف، يعني محمد شريف. زي شريف. تمام. واصبر عليه بقى. يعني انت هاني في الحته اللي قدام النادي بالذات محتاج راس حربه، وشريف كان بدا في البدايه
يعني بشكل كبير جدا ولفت لفت الانظار. فانا هدي شريف من البدايه واصبر عليه بقى مباراه واثنين وثلاثه. وعايز اقول لك حاجه، لما ربنا يكرمني وبقدر احط ايدي على المكسب من عندي من الوقت ان انا اقدر ادور الناس اللي على الدكه. يعني النهارده انا اطمنت ان شريف الحمد لله لعب مثلا شوط ونص والحمد لله والنتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، جايبين هدفين مثلا او جايبين ثلاث اهداف. المانع لاد وايلا مثلا الربع ساعه الاخيره ومش هينزل تحت ضغوط كبيره بالزبط. يعني دايما هساعده. يبقى في مكسب طبعا والفرقه ماشيه حتى طبعا. لو هو قاعد على الدكه هينزل الضغوط تبقى اقل عليه شويه بالظبط. يعني دي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا هندور لعبتنا فيها في حاله طمانينه في حاله المكسب، في نفس الوقت كلهم بياخدوا ثقه. لكن طبعا انت مدرب كبير وعارف لازم يبقى في ثبات في التشكيل، مهم جدا. احنا اللي محيرانا الحته القدامانيه دي، لكن احنا عندنا ثبات في حراسه المرمى وخط الظهر ونص الملعب صحيح. يعني وانا اتمنى ان يانج يبقى موجود بردك من البدايه وبعدين الحته القدامانيه دي عايزين نثبت فيها الناس. يعني لو انت بدات مثلا بطاهر ناحيه اليمين، اجايين ناحيه الشمال، قفشه وبعدين شريف، نثبت بقى نثبت الناس ديت عشان نقدر كمان يتاقلموا على بعض بشكل كبير. خصوصا الحته القدامانيه دي يا هاني بتبقى اصعب من الخطين اللي تحتيها. الخط اللي تحت نص الملعب بيقطع عشان يسلم، مدافعين بيشتت في وقت التشتيت بيبدا الهجمه، لكن الحته القدامانيه دي فيها كل الشغل. جونيور ممكن يلعب الدور ده مكان بواليا ويستفيد بقى من تالقه. احنا قلنا جونيور تالق جدا وبواليا يعني لا يعني مش بيتراجع ولا حاجه، لكن مع اهداره للفرص في البعض اللي شايف ان جونيور ممكن يعتمد عليه في مكان راس الحربه. بتتفق ولا بتختلف مع هذا الراي؟ هو بس احنا سامع عشان بقى عندنا عدد، يعني احنا بقى عندنا صلاح محسن وعندنا مروان محسن. انا بتكلم عن جونيور اللي يعني اللي خفت شويه نجمه وبعدين تالق بشكل لافت جدا جدا، وممكن النهارده يكون او العين عليه، هي كده اوريدي العين عليه اصلا، فممكن يكون الاعتماد عليه بشكل اكبر في مباراه الاسماعيلي ويكون بروفا زي ما كان كابتن هاني بيتكلم في الاول يعني خالص ليه مباراه فيدا كلوب. يعني مش اعتقد مش مركز راس حربه، يعني زي ما الكابتن بيقول يعني عندنا محمد شريف ومروان وعندنا بواليا يمكن كمان تالق اجاييه بيبقى على مستوى تحت الفروز، يعني هو اللي بيقوم بدور اكتر من رائع وكلنا سعداء بادائه، لانه بصراحه ما كنتش متوقع بعد الغياب ده كله انه يرجع بهذا الاسلوب. طبعا طبعا هو بيأديها، يعني احنا لما كنا بنحتاجه كان بيأديها، زي وليد بقى ربنا يشفيه كمان كان بيأدي الموضوع اللي هو المهاجم الوهمي الشادو سترايكر يعني. لكن مع الوقت لا، محتاجين راس حرب راس حرب. طب كابتن عايز اسالك، طبعا انت سيرد باك عالمي يعني، وحضرتك كنت مثل اعلى ليا بصراحه والله العظيم. نيجي لعمليه ان النادي الاهلي عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى اهدار الفرص بسهوله، اهدار فرص كبيره جدا ان شاء الله تتعالج ودي باذن الله تكون نقطه ايجابيه. لكن عندنا كمان سلبيه ان بدا يخش فينا اهداف وخاصه في الشوط الاولاني. رؤيتك لدفاع النادي الاهلي والاسباب اللي بتادي ان احنا بيخش فينا يمكن خلال الفتره بتاعت موسيماني 8 اهداف في الشوط الاولاني. ومش النادي الاهلي مش متعود على دي يعني. بالظبط، يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني زي نقطه يعني احنا بنضيع فرص كثيره جدا في الحته القدامانيه دي. اكيد مستر موسيماني يعني من ضمن الملاحظات الفنيه يعني كمدير فني حتى الاعداد تحليل الاداء، يعني الناس برضك بيقدروا يخرجوا لنا حاجات جميله يعني صحيح. فالحاجات دي طبعا بتوصل لمستر موسيماني بيشتغل عليها. بس انا عايز اقول حاجه هاني، هو كل ثلاث ايام بتبقى برضك فيها شيء من الصعوبه، يعني كل ثلاث ايام انت عايز الاول حتى على الصبوره هتحط الموقف بالنسبه للمهاجمين، الموقف الهجومي اللي احنا بنضيع فيه الفرص، النقطه الثانيه من خلال التلفزيون، النقطه الثالثه من خلال الملعب لما ينزل لازم هيبقى فيها بالظبط، هيبقى فيها تطبيق، هيبقى فيها حركه، انا قصدي يعني هيبقى فيها مجهود يعني صحيح. يعني حاجات من المشي الاول وبعدين من الحركه خفيف وبعدين بعد كده ايجابي بسرعات يعني. بسرعات المباراه نفسها بالظبط. فدي برضك المدربين بيخافوا ان تبقى حمل على اللعيب. يعني عايز اقول لك حاجه هاني، انا بالنسبه لي كنت الاستشفاء بالنسبه لي بعد المباراه بثلاث ايام يعني يعني بعد ما بخلص المباراه اليوم الخفيف واليوم المتوسط اليوم اللي فوق المتوسط،
كنت بترجع حيويتي في اليوم الثالث. ده مظبوط. بشكل تدريجي. تدريجي. ده خلي بالك ده صح، لان مزبوط. هو عامه الكابتن لما انت بتلعب مباراه يبقى اليوم الثاني طبيعي جدا. انا بتكلم حتى على مستوى ما كنا ما كنت بلعب في المانيا، ما فيش راحه ثاني يوم، بيبقى يوم استشفاء. بالظبط. اليوم اللي بعد اليوم الاستشفاء بيبقى راحه. وتبدا اليوم الثالث هو ده اللي بيبقى طبيعي، رجعت الله يكون في عونهم. يعني انت اليوم الثالث هيلعب مباراه. اليوم الثالث بيخش بقى. فبرضك احنا عايزين نبقى صح. يعني نراعي ظروف البلاد دول. مزبوط. نراعي ظروف الضغط اللي هم موجودين عليه. صحيح. فده هيقلل من حته المهاره، هيقلل من حته التكتيك، هيقلل من حته العمل النفسي. يشتغل يعني بمعنى اصح. واخد بالك؟ فبيبقى طبعا لود واقع عليهم. لكن النقطه اللي هنتكلم عليها، النقطه الخطيره اللي هي بتاعت خط الظهر المدافعين. في حاجه هذه انا زمان كنت بعملها، ما كنتش بقى انا ما كنتش مدرب ولا بفهم في التدريب ولا التدريبات التخصصيه. التخصصيه والحاجات اللي فيها رد الفعل للمدافع. يعني المهاجم ليه رد الفعل اللي هو المتابعه. صح. تضرب في العارضه، بتخبط في واحد، يروح هو زي ما محمد عنده المتابعه. بالظبط، عنده المتابعه الجميله ويقدر يجيب جول. المدافع نفس الكلام، هو يعني بيحصل ايه؟ لان هو مش موجود عند المدافع حته رد الفعل. المدافع رد الفعل المدافع ان المهاجم عايز يجيب، المدافع عايز يشتت، عايز ينظف. صحيح. فالجول اللي هو حصل فينا هو راجل بعد ما فات من ايمن اشرف وشات، رد الفعل هنا ايمن وقف. لان هي مش موجوده عند ايمن ومش موجوده عند معظم مدافعينا الموجودين في مصر. رد الفعل الرياكشن السريع انه بيرجع بالظبط. بيبقى لها تدريبات يعني لازم، ومن الصغر يعني، يعني بتبقى تدريبات من الصغر. تدريبات عشان يعرف ويستوعب ان في حاجه اسمها رد فعل للمدافع. يعني طول المدافع في اوقات بيحصل نوع من السرحان، نوع من عدم اليقظه، نوع من عدم الرقابه، نوع من عدم التركيز. تقلى بقى في الحته دي. محتاجه التدريبات التخصصيه دي على مستوى الدفاع اكتر ولا على المستوى الهجومي؟ الاثنين. الاثنين. حضرتك كنت تحت لو بتقول لي محتاجينه في الفتره دي قوي جدا كمان. جدا جدا يعني. ولازم يوصلها لهم مستر موسوماني، ولازم يعرف اللعيبه ان في حاجه اسمها رد فعل المدافع. ان انا واقف في الحيطه وبعدين الكره بتتلعب تخبط في العارضه، الحيطه واقفه. لا، ده انا لازم اسيب الحيطه وابدا اامن عشان اشتت، لان في خطر وقع عليا. ودي برضك من ضمن الحاجات هاني، ان برضك من الاعداد اللي هو تحليل الاداء. الحاجات دي بتبقى بالارقام وبالتوقيت، واخد بالك؟ فالنهارده بقت في مشكله عليا. يعني انا مره من مرات في الاستوديو التحليلي كان المويل العرب يعني بيخفق في اخر ربع ساعه بالحاجات اللي بالشكل ده. فانا يعني خرجت مني كلمه الكابتن حسن شحاته، يعني حتى هو ما زعلش. فقلت المطلوب من الكابتن حسن شحاته ان الحته الفنيه دي يأيدها عنده في الاجنده بتاعته ويشتغل عليها. اخر ربع ساعه مطلوب من المدير الفني انه يقف، هو بقى اللي يوجه الناس عشان يتلاشى الخطوره اللي جايه عليه. حتى انا يعني كلمته فقال لي لا انا ما زعلتش، انا قالوا لي. وفعلا يا مار انا اشتغلت عليها. يعني المباراه الرابعه في اخر ربع ساعه كابتن حسن وقف وقعد يوجه وينظم المدافعين بحسب نصيحتك لي. يعني طبعا مشكورا كابتني ومثل الاعلى كابتن حسن شحاته، يعني من المدربين العظام. ف سبحان الله اخر ربع ساعه المقاولين العرب ما جاش فيه وكسب المباراه. فضل الكابتن حسن شحاته 3-4 مباريات بهذا الشكل. ايه المانع ان انا عندي الاحصائيه دي ومستر موسوماني ما شاء الله واقف طول 90 دقيقه في المباراه؟ ايه المانع في اخر ربع ساعه او في اول ربع ساعه الاولى اللي حصل زي ما انت قلت بيجي فينا 8 تجوان في الدقيقه 30 لنهايه الشوط الاولاني؟ دي النتيجه. يبقى انا عندي المعلومه دي. بالظبط. الدقيقه 30 هقف وحب اظبط الناس. انت عارف يعني احنا لعبنا واحنا كنا زيهم. بيجي اوقات احنا بنسرح. صحيح. وبننسى وبعدين طمانينه النتيجه بتطمنك، فبتضطر انك انت ايه يحصل نوع من ريلاكس شويه. بالظبط. بالظبط. فالنهارده بقى المدير الفني لما يبدا باليقظه دي ويبدا يوضب الجوانب الدفاعيه عشان كمان الدوافع بتاع فيتا كلاب النهارده عايزه تعوض، فبيضطر ان هو يبدا يبادلك بهجمات مرتده بهجمات بعدد من اللاعبين. النقطه الثانيه كمان هاني، في صور بتبان يعني تقارب الخطوط الثلاثه في نص ملعبك وانت بتدافع، صعب جدا حد يخترقك. لكن في صور احنا شفناها في المباراه دي، لسه 2 بتوع نص الملعب بتوعنا جايين لعمليه الارتداد. بالزبط. من الحاله الهجوميه للدفاعيه. بالظبط. الارتداد كانت باينه قوي، يعني الارتداد بسرعه
عشان كمان انا ابقى كره قدامي، طول ما الكره قدامي مفيش اي خطوره هتحصل، لكن لما تبقى كره ورايا هنا اللي بيبان الثغره بيبان الخطوره. فانت النهارده في ارتدادك السريع يبقى اول خط دفاعي الناس اللي قدام، وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. في الاجوال اللي بتيجي فينا بنحس ان في خلل من نص الملعب مش موجود يا هاني. يعني بمناسبه الاجوان اللي بتيجي فينا في مباراه فيتا كلاب، عايز استفيد من خبرات حضرتك وتقول لي رايك في الدفاع خاصه بعد المباراه دي والهدف اللي دخل في مرمانا في مباراه فيتا كلاب. التمركز الخاطئ للعيبه، كلمني عن اللقطه دي. يعني التمركز في الجول الاولاني انه راجل عدى من ايمن اشرف. احنا عارفين ان الخط الاربعه اللي ورا لو كره بتبقى عند راجل الجناح بيبقى الباك هو اللي بيروح له، وبعدين السرد باك بيرحل، وبعدين السرد باك الثاني بيرحل، وبعدين الباك بيرحل، ولعيب نص ملعب من الموجودين يبقى برضك مرحل. فهنا بيبقى في تامين من نص الملعب، تامين من خط الظهر. فرقم واحد ما كانش تامين من نص الملعب، ما كانش في حد بيامن ناحيه ايمن اشرف. النقطه الثانيه، الراجل لما عدى من ايمن اشرف لازم ياسر كان يروح له، يعني ياسر في الترحيل يروح، وبعدين بدر، وبعدين يجي بقى الباك اللي هو محمد هاني. ده التحرك. هي طلعت سريعه جدا لانه اكيد في اخطاء، وزي ما حضرتك بتقول الاخطاء دي لازم نتعلم منها، وده الاهم، ان في اخطاء وارد جدا نتعلم منها. وحضرتك بتتكلم، وحضرتك طبعا يعني اكتر واحد يفهم في جزئيه السرد باك. انا في اعتقادي طبعا في خطا شويه من ايمن انه يدخله لجوه شويه، لكن النقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها ان الرياكشن بتاع رد الفعل بتاع ايمن وبتاع ياسر كان لازم يرجع للشناوي. يمكن الشناوي قام قال طب انا طلعت، وكان يعني كانت صعبه شويه لكنها على الارض، كان الريبوند او عمليه المتابعه كانت متاخره شويه من المدافعين. احنا كل ده بنقوله علشان يعني اكيد الجهاز الفني عارف دوت واللعيبه. المهم جدا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، وهنروح منه على مباراه فيتا كلاب هناك، ان المساحات اللي كانت النادي الاهلي كان بيهاجم بشراسه، لكن المباراه دي محتاجه ان احنا بنهاجم، احنا عايزين نكسب، لكن عمليه التحول من الحاله الهجوميه للدفاعيه لازم تكون اسرع. بالظبط. ولازم يكون في كمان حرص من نص الملعب بالذات، ان واحنا بنهاجم لازم يكون في كبر عندهم سرعات كويسه قوي، فلازم نامن الجزئيه بشكل يعني اقول لك حاجه هاني، انا وانا بلعب وبشتت بطلع اللون، يعني تملي، بحط نفسي، واخد بالك انت، في مكان دفاعي في الوقفه مظبوط 100%. وكنت تملي محمود معايا او مصطفى معايا، واخد بالك، كنت اقول يعني مثلا راس حربه راكن، ما ينفعش الراجل ده كره هتجيله اسرع مننا، هيجيله، واخد بالك، انا رايح له هقع، هيلمها ويخش، واخد بالك، رقص محمود ويروح. فكنت اقول لمحمود تملي يا محمود نطلع اللون. بمعنى ايه نطلع اللون؟ يعني مفيش حد يتساب لوحده مساحه كده. وانت عارف بقى طبعا في مبادئ الدفاع، انت لو ما لمستهوش يبقى انت مش ماسكه على بعد دراعك، يعني على الاقل. مظبوط. وخد بالك في نفس الوقت كمان نفسيا، حتى كمان الراجل اللي فاضي ده لما يلاقي في حرس في ظهره هيبقى قلقان. يعني هيقول لك انا فبعض المدربين وهي بتهاجم عينها على الحته اللي ورا دي. مظبوط. يعني بعض المدربين بيبقى عينه على الحته اللي ورا دي وهو بيهاجم، فبيلحق من ملاحظاته يقول لك هاني قرب بسرعه. الراجل هناك ده فاضي، واخد بالك، ماهر روح وراه. الحاجات دي هاني مهمه جدا وانت بتهاجم، انك انت مأمن خط ظهرك. لكن موضوع السرحان صعب جدا، زي ما انت تفضلت وقلت، هم عندهم سرعات. واكيد بقى طبعا احنا هتهاجم هتخش نص ملعبه، واخد بالك، فهيبقى عندك خط ظهرك في مساحه. فمبادئ الدفاع تقول لك لا، وانا داخل نص ملعبه اي حد راكن من المهاجمين بتوعهم لازم يبقى في حرس في ظهره بشكل كبير. صحيح. متوقع ماتش الاهلي والاسماعيلي كام يا كابتن؟ يعني انا زي ما قلت في اول كلامي، لو احنا بدانا ان شاء الله، يعني انا عايز، يعني بتمنى ان لعبتنا يكونوا تورثوا مننا الربع ساعه الاولى، يعني جيل السبعينات، جيل الثمانينات، التسعينات، لحد ما وصلنا 2000. سهام، انت الدوافع عندي في اول ربع ساعه معروفه،
صعبه جدا. يقول لك النادي الاهلي لو ما جابش في الربع ساعه الاولى لا يبقى الجيم نقدر لكن ربع ساعه بالظبط ربع ساعه تلت ساعه الاولى دي انت الفاعل بقى، انت اللي بتحطي استراتيجيتك انت بالظبط يعني انت بتفرض شخصيتك واسلوبك بالظبط بالظبط كده. فاتمنى يعني اتمنى في مباراه الاسماعيلي، طبعا الاسماعيلي نادي كبير واحنا بنحترمه بشكل مميز، لكن احنا محتاجين الثلاث نقاط والاداء اللي احنا اديناه في المباراتين اذا كان طلائع الجيش او فيتا كلوب اداء على مستوى عالي جدا. نتمنى ان شاء الله مباراه الاسماعيلي نحس ان احنا فعلا من البدايه ان احنا عايزين نجيب جول. وبعدين النقطه الثانيه بقى اللي انت بتتكلم عليها هاني، ان احنا لازم فعلا نكون نستفاد بقى من الفرص. يعني قاعد وانا بحلل المباراه عايز اقول لك 15 فرصه في الشوط الاولاني في فيتا كلوب وطلع الجيش نفس الكلام وبعد الشوط الثاني نفس الكلام. صحيح. طيب احنا بعد الفاصل هنقول بقى يعني اجابات حضراتكم، نفكر حضراتكم ثاني بسؤال حلقتنا اللي جه في بدايه الحلقه، توقعك لنتيجه يوم الاربعاء ماتش الاهلي والاسماعيلي مباراه القمه، قمه من نوع خاص وحسابات اخرى. بعد الفاصل نشوف اجابات حضراتكم عامله ازاي. سؤال برنامج البيت الكبير اللي طرحناه مع بداية الحلقة النهاردة، ايه هو توقعك او توقعك لنتيجة مباراة الاهلي والاسماعيلي يوم الاربعاء القادم؟ احنا قبل ما نستعرض يعني الحقيقة الاجابات، عايزة اشكر حضراتكم بجد على يعني التواصل والتفاعل اللي مش بس بيجيلنا على السؤال اليومي دلوقتي، لكن بشكل عام كل الملفات اللي يمكن بنطرحها وكل الحمد لله يعني حتى على مستوى حتى نسب المشاهدة. لا يعني انا عايزه اشكركم جدا جدا جدا، ولاننا فعلا ده يعني بيحسسنا فعلا اننا قاعدين في مكاننا، يعني ده بنتكلم بصوتكم، نفضل ندعم فرقتنا ونادينا باصوات حضراتكم انتوا. نرجع تاني بقى ونعرف الاجابات، من بعض الاجابات ناخد من الفيسبوك. حمدي اسعد، حمدي اسعد قال 2-1، ازيك يا كابتن هاني؟ للاهلي باذن الله، انت توقعت كده اول الحلقه ان شاء الله باذن الله. استاذ اسلام بيقول فوز الاهلي 3-0 ان شاء الله. محمود سيد قال مساء الخير عليكم، اتوقع ان الاهلي يفوز 2-0 ان شاء الله. استاذ محمود ابو ناصر 3-0 للاهلي. لتويتر احمد السعيد بيقول ان شاء الله 3 للاهلي، يعني قال 3 بس ما قالش 3 كام، يعني 3 الاهلي المهم ان شاء الله نكسب. ندى ناصر بتقول 2-1 للاهلي ان شاء الله. سمير برضو على تويتر بيقول 3-0 للنادي الاهلي. كمان في انستجرام، طبعا دي المواقع الرسميه للقناه، لقناه نادي الاهلي، استاذ حسنين محمد 2-0 للاهلي ان شاء الله. استاذ اسامه النجار فوز الاهلي 3-2. استاذ رضا سامي بيقول 2 للاهلي. 2 للاهلي يعني الحمد لله. كل التوقعات ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. كابتن ماهر مش هقول لك بقى توقعاتك بالنتيجه، مهم ان النادي الاهلي يكسب بايا كانت النتيجه، ده مهم جدا على المستوى المعنوي قبل مباراه فيتا كلوب. اولا انا عايز احيي جمهور النادي الاهلي المثقف الواعي، يعني عنده وعي بشكل كبير جدا وثقه كبيره جدا في لعيبته، وهي ديت اللي مدينا الدوافع ومدينا الطمانينه. يعني جمهور النادي الاهلي يعني حاسس باللعيبه، وانا عايز اقول له من خلال برنامجك يعني سامحونا، لكن احنا طبعا طول عمرنا عايزين نفرحكم، طول عمرنا عايزين يعني نزود البطولات بالنسبه لنا، لكن في وقت بيبقى جاي محتاجين مسانده جمهورنا ده، لان اللعيبه يعني فعلا بتعمل اللي عليها. وانا قلت صعبه جدا يا جماعه، واحنا جربنا وهاني جرب كل 3 ايام دي مباراه يعني في منتهى الصعوبه اللي بتمر على اللعيبه دي، لكن اللعيبه طبعا انا عندي احساس كبير جدا بيهم بالدوافع اللي هي موجوده عندهم، روح الفانيلا، وكل اللعيبه لعيبه النادي الاهلي محترمين ومؤدبين، وفي نفس الوقت يعني عندهم شخصيه وعندهم قناعه ان هم موجودين في احسن نادي في افريقيا واحسن نادي في العالم العربي. وانا بقول الدروب ده ما بيزيدش عن مباراه هذه او مباراتين، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني احنا مباراه سيمبا لكن رجعنا على الطلائع كسبنا الحمد لله، وبعدين فيتا كلوب عملنا مباراه جميله جدا. انا شايف مباراه الاسماعيلي اللي جايه دي ان شاء الله هتبقى مباراه من ضمن المباريات زي ما قلت نتعامل معاها زي المباراتين السابقتين ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هنقدر
نعوض الفرص اللي بيجي لنا دي كلها ونسجلها اهداف. وطبعا جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه وعنده وعي يعني قايلين 2-0 3-1. ما قلتلناش توقعك برضو بالارقام. انا بتوقع ان شاء الله باذن الله معاهم يعني في الارقام الجميله ديت يعني بتوقع ان شاء الله هيبقى 2-0 بالنسبه للنادي الاهلي. 2-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي مهم. اتفضلي يا رب. هتقولي حاجه؟ لا انت اللي كنت عايز تقول. لا كنت هخش في تفاصيل شويه تفاصيل فنيه شويه مع الكابتن ماهر بالنسبه للتشكيله يعني التشكيله المثلى لحضرتك اللي شايف ان ممكن ان شاء الله باذن الله تكون عامل ايجابي في مباراه الاسماعيلي وكمان نستفيد بيها طبعا في مباراه بيتا كلوب. هو يعني ان شاء الله باذن الله انا شايف الشناوي برضك لحراسه المرمى محمد هاني وبدر وياسر وايمن هيبقى في ناحيه بدر وياسر يعني لان برضك احنا محمود عندنا مشكله محمود وحيد يتعور واخد بالك. انا عايز اقول في ولد في منتخب الناشئين هاني احمد اشرف مواليد 2001 حاجه جميله. ده باك شمال ولا سنتر باك شمال؟ باك شمال يعني حاجه جميله جدا. انا بطلب من خالد بيبو طبعا والخواجه اللي موجود قطاع الناشئين انهم يرشحوه لان خامه هاني حاجه جميله اللي شفته اتفرجت عليه بشكل كبير يعني. يعني عندنا فرصه ان يطلع مع كمان وموجود معلول معلول بالظبط يستفاد منه بشكل كبير يعني. ده جسمه كويس قوي وبعدين امكانياته المهريه والفنيه وطوله يعني لفت نظرك الكابتن حاجه جميله. وموجود مع الكابتن ربيع كمان يعني منتخب كان منتخب الشباب 2001 بالظبط من اللعيبه المميزه يعني. كنت اتمنى يبقى موجود في وسط المجموعه والنخبه الجميله دي نستفاد منه بشكل كبير يعني واد واعد الفتره اللي جايه. طب حضرتك قلت هاني بدر وياسر ليه ما قلتش ايمن؟ ما احنا عشان بس يمكن ظروف الاجهاد ما عندناش باك شمال يعني هو كمان ايمن جوكر يعني بيقدر يلعب في الحتتين يعني بصراحه كتر خيره يعني. علي مؤثر مش كده؟ على المستوى الدفاعي والهجومي كمان مش كده؟ علي وليد يعني انا بعتبر دول زي مستر موسوماني كده في الملعب مدرب ولاعب يعني محتاجين الخبرات دي بصراحه بشكل كبير جدا. علي معلول يعني نضج احترافي بشكل كبير يعني بيفرق معانا وبيدي ثقه وروح وعنده روح ولا تحس فعلا ابن النادي الاهلي يعني. وليد بقى طبعا كمان كقائد في نص الملعب بيقدر يعني 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 يلم اللعيبه ويتكلم اللعيبه ومؤثر بشكل كبير. بيبقى وليد لما بينزل بيعمل لنا فارق بشكل كبير. نص الملعب هيبقى يانج وسلية او فتحي يعني فتحي موقوف عنده انذار الثالث يبقى سلية يانج وسلية الثلاثه اللي قدام تحت راس الحربه طاهر واجاييه وقفشه وشريف يعني شريف ده راي حضرتك من البدايه يعني اتمنى كده ونصبر بقى عليهم بقى يعني تثبت نثبت وان شاء الله المباراه بعد كده فيتا كلاب نعتمد نفس التشكيل وبعدين زي ما قلنا كده في اول كلامنا لو ان شاء الله ربنا كرمنا باهداف كويسه وفي ربع ساعه تلت ساعه ايه المانع ان انا اقدر ادور الناس ودايما بيعمل كده موسيماني يعني زق مروان زق حتى محمد شريف بالظبط يعني هو دايما تغييراته هجوميه بشكل مباشر حتى لو يعني احنا كسبانين اعتقد ده جزء مهم جدا ان يدي حتى اللعيبه اللي بره بشكل وحريح مميز وحريح كمان حريح لان انا كمان رايح لموقعه اشد فانا محتاج ان انا برضك لما اضمن المكسب ان شاء الله وباداء جيد ايه المانع ان انا اريح على اساس ان هناك ان شاء الله باذن الله هيبقى عندنا واحنا ثقه كبيره جدا في اولادنا ان احنا مع فيتا كلوب بس الاول ان شاء الله ننهي الدوله بتاعت الاسماعيلي وناخد ثقه حتى نطمن اللعيبه تطمن جمهورها ان شاء الله باذن الله. الاهلي موجود الاهلي عنده 3 لقاءات بعد كده في المجموعه بتسع نقاط احساسي كده ان شاء الله باذن الله يا رب قادرين باذن الله ان نوصل للمرحله دي. ينفع نسال حضرتك السؤال بتاع توقعك لمباراه الاهلي وفيتا فيتا كلوب والاهلي يعني هتبقى مباراه صعبه انا عايز اقول ان نتائجها مش متوقعه يعني لو احنا بالحاله اللي احنا يعني لعبنا بيها المباراه انا عندي ان شاء الله احساس ان احنا هنكسب فيتا في على ارضه في الكونغو ان شاء الله يعني بنفس الروح بنفس الاداء للعيبه طبعا الفرص اللي ضاعت نتمنى ان حتى يعني نصها او ربعها يجي بس نصها ونجيب جونين منهم فرصة يعني فرصتين هناك حضرتك يا كابتن يعني لعبت على ارض ترتينا قبل كده قول لنا بقى المشكله يعني ودي مشكله
بالرغم ان يعني الجنريشن اتغير بالنسبه للارضيه، لكن دائما الارض الترتام تبقى عامل سلبي بالنسبه للعيب. حضرتك اشرح لنا برضو ده عشان الناس تفهم يعني هو صعبه في ايه الجزئيه اللي بيبقى صعب فيها التعامل معاها. الترتان هاني كمان صعوبته في نشفيته، يعني بيسمع في انكل رجلك، بيسمع في الركب، يعني تلاقي كل اللعيبه اللي بتلعب على ملعب ترتان عندها شكاوي من انكل رجل كيدس، انكل رجلك، ركبتك. الحاجه الثانيه ان بيخلي كرة بتجري بسرعه، يعني السيطره عليها محتاجه طبعا مهاره في حته السيطره بشكل كبير. لما بتعمل لونج باص بيروح بسرعه، يعني تقدر من 18 ل 18 تقدر تعمل لك سور باص بشكل كبير. احنا لعبتنا النادي الاهلي مش متعودين عليه، فهنضطر نشوف ملعب قريب مننا ترتان نشتغل عليه. ودي كانت نطه الكره بتختلف يا كابتن، النطه نفسها بتاعت الكره طبت الكره بالظبط بتفرق بشكل كبير. انا كنت فاكر لعبنا مره في ملعب الجزائر، الصيف الجزائري كان الملعب نجيل، ودلوقتي نجيل يمكن الصناعي مختلف شويه زي ما حضرتك بتقول، دلوقتي بيحط طبقات بيبقى اطرى شويه، لكن سرعه الكوره بتختلف، الباص نفسه قوه الباص بتختلف. يعني انا لما اعمل سرو باص على النجيله ممكن وارد ان الكوره تبقى بطيئه شويه، لكن عايزه دقه شويه بالزبط. في التمرير، وخاصه النادي الاهلي بيلعب على الاستحواذ، فدقه التمرير مهمه جدا، انك تلعب في الرجل ما تلعبش في مساحات، الريبوند بتاع الكوره مختلف، حتى بتاخد من مجهود اللعيبه على المستوى البدني طبعا. والتاكلين كمان الزحلقه كمان طبعًا. يعني بتخوف، انت ملك التاكلين يعني الزحلقه دي بتخوف اللعيب انه ان جلد مثلا في رجليه، لكن زي ما انت قلت يعني هو بقى في تصنيف واحد واثنين وثلاثه بالنسبه للترتان، افتكر ان هم يكونوا يعني جددوا المكان ده بشكل كبير. محتاج انه الاهلي يتدرب كذا مره على نجيله صناعي قبل ما يسافر بالظبط، ولا ده يكون برضو اجهاد عليهم يعني؟ لا اتمنى يعني التمرينتين مش هيفرقوا يعني. احنا كان عندنا في اهلي مدينه نصر افتكر كان في اكاديميه الاهلي كان في ملعب ترتاك مظبوط، اتمنى يكون موجود بعض الاكاديميات فيها كمان، مش يعني قلبوه من ضمن الحاجات اللي هم بيوضبوا من خلالها. مهم قوي ناخد تمرينتين قبل ما اسافر، هتفرق معاه. وهناك اكيد طبعا احنا مش عارفين الملاعب الفرعيه، لان هو هيبقى تمرينه واحده بس اللي قبل المباراه اللي هي على الملعب، هل عندهم ملاعب فرعيه ترتان يقدروا برضك يستفادوا من التدريبات فيه بشكل كبير؟ نتمنى هذا يعني. صحيح. مع الرطوبه بقى ومع الحراره احنا اكيد خدنا دروس مستفاده من مباراه سيمبا أكيد. يعني نتمنى البطء بقى اللي احنا شفناه هاني في التحضير، نتمنى هو الملعب مش هيساعدنا على البطء، الملعب هيساعدنا غصب عنك هتجري عشان الكوره بالظبط، يبقى انت برضك الكوره هي اللي بتعمل الشغل بشكل كبير. كميه الجري كمان يا هاني مطلوبه، يعني اي نعم في رطوبه وحراره عاليه، لكن انت بقى خلاص غصب عنك لانك انت حياه او موت، انت 3 بونت دول محتاجينهم بشكل كبير، فكميه الجري هتبقى مطلوبه طبعا. من كل اللعيبه صحيح، وفي حاله الهجوم ان انا اغامر يعني اخش نص ملعبه بست سبع لعيبه ما اقلقش، انا النادي الاهلي صحيح. هو قلقان منك جدا وانا بدافع بتحت الكوره، يعني مطلوب الحاجات دي مهم جدا بالنسبه لنا على اساس ان احنا نامن المباراه بشكل جيد يعني. احنا بنشكرك جدا يا كابتن، شرفتنا جدا النهارده، دايما بنستمتع بوجودك. ربنا يكرمك كابتن، بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، منورنا كالعاده، وكل توفيق ان شاء الله لفريقنا يوم الاربعاء، وكمان في رحله كمان الرحله الافريقيه باذن الله، كل توفيق لنادينا. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا في البيت الكبير، نشوف حضراتكم بكرة من 10 لـ1 في يوم جديد من أيام البيت الكبير.